السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعة انتم ايش حالكم؟ مش طاري فيكم. وعليكم السلام. يا كباس. تبارك الله الحمد لله. يا كباس. عافين. تبارك الله. ايش طاري فيكم انتم؟ دوه ما جمالو. ياك ما حاسبش. لا باس الطعام. ما فالو ان شاء الله. لا ما حاسبش الا عنده. خايب حجته معاه قالوا له. ايوا ايش طاري ياك الخير. ما شاء الله. ياك انتم راك حاسبش ياك الامور هنا. ما شاء الله فتبارك. شحال قلت راك كاع. كل شيء. ما رايتو الحمد لله. انتم فيكم حد يقترح لنا شنو نتناولوا في هذه. انا بعد ظاهر لي ان. اقترحوا محمد. مناسبة لنا. ايوا. مناسبة ان ما ان ياسر محتفلين بالعيد الدولي للمرأة. المرأة تحتاج تستاهل علينا ياسر من الشيء متعدد من الذكر. ويا الله اللي انا ايش قلتوا استاذ؟ انا اذا ما ابغى ليه غير عندي عليه ملاحظة. انا ظاهر لي عن المرأة بالنسبة لنا احنا ما عندها عيد واحد. عندها كل الايام عندها 365 يوم من العياد كل نهار عيد. زين حتى هو الحد زاد بها اللي ما عندها يوم ما هو عيد. هي والده هي منت هي خت هي خاله هي زوجه هي شلون نقول لك كل شيء كل شيء بالنسبه لها. ولا خالق نهار من ايام السنه ما هو عيد لها. هذا بالنسبه لي شخصيا. وهذا قال له هو الحق به ايام وبعطيان عياد هي الحق ذات. وتعرف يعني دوار القيد وفيه القيد على وتعرف حد طرح شوي لذي الروايه. ذي هي الحياه برمتها مرتبطه بالامراه. اولا هي الوالده هي المرضع هي اللي ترعى تم رعايتك لين تعود انت تمشي وتجي ثم تعود راجل ورا ذاك وتعود راجل فيك الشيب وهي تقول لك طفيلي. الله زين حتى هي الحي بها مثل الحنيه والحنان. بها مثل الحنان بها مثل الحنان ومثل عزتك انت عليها. ورا ذاك هي راعية البيت. هي شيخته ولا عملها ما هو باقي عليه. هي الشيخة كل الليل وعلاقة بالبيت. زين حتى راك ثابت. هذا محدها في البادية. إلين تقدمت قايسة المدينة ما انحقرت أمي. ما انحقرت. إلين قرات تفوقت في القراية. وإلين اشتغلت تفوقت في الشغل. ويلين باطت لي وخرص جانب المواطنة والوطنية. ذي هي أمتني خلاص من الناس كاملة الوطن. مع أنها ينقال له وراء كل عظيم امرأة. امرأة هذيك حاملة قادرة تحمل بعد رهية. وهون غبي اللي يتصور أن المرأة فم عندها نقص يجيبها دون الراجل. أقدس المقدسات الرسالة الإسلامية القرآن خاطبهم بالتساوي. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات إلى آخر الآيات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما للجميع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا لمؤمن صدق الله ولا مؤمنة. معناها أنهم وخاطبوا بنفس المستوى وخاطبوا عقديا كإنسان. هي إنسان والرجل إنسان. معناها عن الخطاب اللي وجه لهم وجه لهم بالتساوي. يا غير الصا في القرآن طرح لها هي مرغاية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ماله الكر الوالدين. حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي
وعلى والدي. مالك الا شفت هذا اللي وخصت هي بي. والله هذا ما شاء الله ما كيف تشي به هذا هو الحمزات. مثلا المرأة في الحقيقة رجال ايوه شفت بالنسبة لنا احنا بالنسبة لنا احنا المسلمين المرأة عندنا انسان كان ما عنده ناقص غير نحن تلحق المرأة اللي تتزوج مثلا تفقد اسمها اسم بوها تعود على اسم زوجها. احنا عندنا تم لا فلان من فلان حق والله انا ظاهر عن هذا ما شاء الله حني شوي حتى مو في فكرتي هذه. وعندنا في موريتاني المرأة قاع شيخة وعندنا مثال معروف عمايم الاجوال من عائلة حق معناها شيخة بكل المقاييس هي اللي تقرر هي اللي تنفذ هي اللي تسير هي هذا في الجانب الاجتماعي في الجانب الإداري والسياسي مشتركة مع الناس الأخرى ذا الجانب خاصة بي ما مشاركة في حد يا شيخته والجانب الثاني بتقدر شيختها مع الناس فيه دي عنها قاع اللقب نتنا الجانب الإداري والسياسي اللقب نتنا اللقب نتنا قاع في الجانب الإداري والسياسي الله تبارك الله يا ذاك يسوعد ينمد يا غابنا ما شاء الله ظهر لي عنكم قلت لك احمد فاضل في اخبار الاختيار اللي قلته شفت قلت ان عيد المرأة عيد دولي واحنا مع ان ياسر كنا مخلدين وللايام ويا الله في الحقيقة نذمنوا ونتكلموا عن المرأة جانبها الإنساني وجانبها الأدبي وجانبها السياسي والإداري كيف قال ددة حقيقة هي تستاهل ذاك كامل هي تستاهل ذاك الله مع أن قاع في الأدب الذي قال الغزل كامل إلا على المرأة مخصص المرأة ما نضع قاع النسيب إلا مخصص لها به اللي لا جزء من الغزل به اللي ذاك اللي ناسبه له المغني إلا المرأة ما هو ناسبه له ما يناسب طلع على الحاسي الفلاني والله للعلب الفلاني والله ذاك لا فم المرأة هي اللي مذكرته بذاك غير ما يختار يذكر اسمها إلا ناسبه لها ذاك ونسمها النسيب وش عندك؟ فعلا أنا ظاهر لي عند الاختيار تبارك الله موفق ولا يتواز قاع يكون حد يتناول هذا الموضوع وخاصة في هذه الأيام اللي عقبنا هذا العيد اللي هو اللي كنا خلده يوم 8 مارس وهذا المجتمع الموريتاني قطع أنه أعطى مكانة خاصة لهذه المرأة جمليها عليه الشريعة الإسلامية حق وهو ملي ذيك التعاليم الإسلامية ترجمها من خلال أفعال ومن خلال أمثال ومن خلال مواقف كيف قال لك الناس تقول الموريتاني يقولوا هما عمايم الأجواد ونعايل لا معناها حد جيد له يديهم فوق راسه وحد كلب له يتوطى عليهم زين حد ف ف ف ف ف, ف تمكن المرأة وتنعات على عنها هي صاحبة الرأي وهي صاحبة الكلمة يقولوا لك اللي تبات عليه الظفيرة تصبح عليه اللحية سكي معناها عن ذاك الأمر منين تعود المرأة الدور أمر يدور لا يعدل الراشد طواعية يقولوا للراجل إياك يشجعوه على الوقوف مع ولياته يقولوا له للشاشة قاع مازالوا صغيرين بطاط أخواته الشيعة ما حذاته إياك يربع عنه ما يرضي بط أخواته يقولوا تأنيبا للراجل اللي ما يختار إنجاب البنات مثل معروف حكمي بلغيني كتفه ما تري يقول تفو معناها كبريني لين نلحق كتفه منين نلحق كتفه والدي ونكرده الدور يحس بالحنان ويحس بالرأفة ويحس باللطف ويحس بياسر من مشي ما تلم ولا له يقول تفو على مدة عني خليت زين 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 وأن يقول المرأة يا خي ما يا الله قاعد يقول لا هو اللي قال البيضان لحقين كتفه ما تري يقول تفو ما يا الله يقول تفو
منين نخرصوا، منين نخرصوا تأنيب المرأة عنها يجب أن تكون حتى في مثالهم يقولوا لك المرأة العظيمة تبقى في الدار مقيمة حق. معناها هم اللي يوجهوها من خلال الأمثال المرأة الحرة، المرأة المرة كيف الدرس الحرة. أما قاعلم ذاك شيء مقدس، لمامون إلى عادة قابونا ريحة لمات تتعيش حق. في هذا الوسط اللي ذهب خلق الأديب في الوسط اللي نبتوا في المجتمع الموريتاني أخلق الأديب. منين أخلق الأديب وتربى على هذه الثقافة؟ من رحم امرأة. من رحم امرأة. منين أخلق الأديب وتربى على هذه الثقافة؟ قال هذا أدبه. ولذلك تلاحظ عن الأديب الموريتاني وخاصة المغني اللي هو اللي نتكلم عليه رافق المرأة في جميع مراحل حياتها حق. شوف رافقها ايتان منين خلقت، ما عرفنا وب ما ننسى في الدهر دويرات فوتنا فيهم قط زمان طيحت بعراس في الغنيمات مجي قوم حي من عثمان نوبتنا عند ضهوات خلاقت من تبن عفان فازقع ليك خلاقت من تبن عفان راه هو محمد احمد ورا وثقها حق ليك الخلاق حق تعود تفيض تقرا يحضر الاديب يعود الاديب حاضر ولا لو شافوا يا الرؤوف تكفان طفيله هون تبان تتفن وتقم كيلو حروف تتخاوى من ذاك التدفن هي مازالت طفيله يا غير الاديب كان حاضر هذيك المجموعات من ذاك التدفن يا غير الاديب كان حاضرة لا لو شافوا يا الرؤوف تكفان طفيله شو الكلمه هو راجل كبير يقول لغنى يا غير عقل على ذيك الطفيله وقال ذاك حولي لحظه الطفل مجيله زي ما تتحزم حولي مره تيجي حولي ما بعد الحق حولي منين تحرص مصطفى ولا تشغمر مصطفى ولد شغمر تل على حد من أحبابي جيت تسلم على بابي صافي مازلت في جلبابي وحسيت بشي يجذب يجذب وأنا مستصلح وأصحابي فهموا عني لاهي مخرب وضعني الشيشر وجابي فمت شيشيري قاع ووجب شيشير نشحد ذاك الشفت نشحد ذاك الشفت مابي نكذب ماني لاهي نكذب شفت طفيلة ذاك بالك ذاك قال وين تتف ولا مشاو يا رؤوف تتفان طفيلة شفت طفيلة صفرة صفرة لا ترخي حد ولا تسرب ولا تقرا 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 ولا تكتب تكتب تكبر الطفيلة عن ذاك وتعود عاد الطفلة يحضر يحضر المغني طفلة عدي بيها فيكم بقطاطيها وقلقي لحليها هي عفة عاد مشوكك وعادته يحضر المغني ولا عزي بيها فيكم بساطيها وقلقي لحليها ومن الأغياد انقضها وقلقي لشي فيها الأخلاق ما وحاب ما الله عن الأغياد ما كبرت بعد إياك وإياك عليها زاد ما عاد أكبر من ذاك هو يختيرها ما تكبر يختيرها بالحب الوضعية اللي شافها معناها الأديب كان حاضرا في ذلك الإبان وإياك عليها زاد ما عاد أكثر من ذاك ما عاد أكثر من ذاك من أنت كبر عن ذاك شوي وتعود الناس لا تعاد تطار حالها بلد استمر يعني لا تعاد تمر ولا تعاد ولا تلتيشيرت ولا تلتيشيرت يا كانك عدتي كبرك يزوزة يسوى غير انتي لخرمك زوزة اسمع يحضر الأديب منين قاعد تعود عادة تدخل الجماعة شاب شاب لا قاعد وإلين فترة زمنية لا قاعد وبالمين حفل الأديب حق وأحاسيسه إلهي بث اصبر لتعته احفل وعاد كل أديب له يظهر براعته ويظهر قوته كيف له يوصف إحساسه لهذا الإنسان كيف له يوصف شجون وأشجان وكيف له يوصف تشواشه كيف له يوصف ملقاك ومهمة يصح يتفاضل الأدباء وكل إنسان من منظاره المختلف يعبر عن ذاك الإحساس من اللي ينقال له غرض الغزل ولا معناها عنها إلا كبرت عن ذاك تعود الأديب مات الحاضر تكبر وتم الأديب حاضر داغيك في البلاد ما هم الشمعتات ومتورق وجهك عاد وقفاك مع ذاك مايل ما هم تقعد يخليه لك مدقك ومتورق وجهك عاد ومميل عاد وقفاك زين حط منين تكبر عن ذاك وتعود عجوز تعود عادة كهلة من ذوك الكهلة تعود عادة كهلة من ذوك الكهلات وفيهم اللي زاد كهلة من ذوك الكهلات الكهلة دون العجوز هذا يا بوتيك واحدة فيها طويفيلات ذوك الطويفيلات فهم وفيهم اللي زاد كهلة من ذوك الكهلات شفت صديق الكهلة الكهلة دون العجوز منين تخلق العجوز
يتم الأديب الدافع من على تشك شكوا العزايز على عنهم ما هم حاضرات مع الأديب والله ما هم حاضرات سكحت سكحت لكلام مع العزايز ها نبغي الناس لا تقرأ ونختار نبين حكم الله ليك حكم الله بين قوسين هاي عرف عند محمد يا رحمه نختار نبين حكم الله في الكلام مع العزايز للي ما هو دارك معناه واللي كلام معاهم عايز منه هاك على بره ما هل زر الفر حايز جايز وعلى زر الفر زر الفر ما هو جايز معناها منين تفوتين يعطيها الله تبارك وتعالى بعد أن تكون عجوزا يعطيها الرحمة غرض الرسالة كان الرجال يثاب حتى هي ترثى ينذكر محاسنها بعد الموت ينذكر مواقف الشهمة ينذكر مواقف الكبيرة معناها ما فهم شي غرض من الأغراض ما تكلم عليه الأدباء وكان حاضرا يتعلق بالمرأة وهي خاصة كيف قلت خاصة عنهم بغزل بالغزل الله وهو هو اللي تجلياته ومظاهر وجود فيه الأديب نقدونا قبضوه في, 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 في مداخلات أخرى هو قاعد أدب حكما تناول في جل مواضيع كاملة عند الأدباء إلا المرأة إلا المرأة بس مثلا يا مستدريتك هذيك عذاب يا مستدريتك تاب عزيز هذيك عذاب تركب خربة تركب خربة في باب خيمتهم تركابه هو حال التركاب الخراب على بابه معناها ان فهم دور مولي المرأة في المجتمع على انها كانت تشتغل كان زاد هي تنتج إذا عاد الراجل ماشي غايب لا يجيبه لا يجيبه الصواير وذاك الشيء ويجيبه ما عارف شيء الحيوان هذا كامل حتى هي عارفة شيء الخيمة عارفة شيء للتركة والخيمة إذا طاح من الخرب هي اللي يتركبه وإذا طاح انقطاع حبل والله نسعة هي اللي وإذا الفراش اللي يتعدل حالته وكانها البيت اللي هو الخيمة هي العارفة هالوش وتربية التركة ما ينحرق واحد ولا يدقدق ولا يخسر ولا تخسر قرايته هذا دور المرأة كان في المجتمع ومع أنه كان حيز الأدباء مثلا مع المرأة كانت رواية كبيرة ومزالت قاع غير كانت مثلا هي الشغل الشاغل للأديب هي الشغل الشاغل للأديب كان يشوفها في المناظر الطبيعية مثلا ويتخيلها فيهم وينسب لها كامل اللي قاعد يناسبه إلا المرأة كان يشوفها في ياسر من الأمور اللي الحقيقة بدو الله نتعرضوا له شوفوا أنا إلينا نرتهاو لا هي ندخلوا في ذاك المجال لا هي نقولون الحياة اللي أثراها وجعلها ضرارها المعنوي ما عنده حدود هو شعور الرجل بحاجته للمرأة حاجته لها وجدانية حاجته لها تربويا حاجته لها في كل شيء هو اللي يلهمه الرجل تلهمه المرأة ولكن لا تلهمه الأمور الشهوانية السطحية السخيفة لا إنما من خلال التعاطي العث زين ينفجر الشاعر ويعبر عنه من حيث لا يدري والله ويقول لك عنه قاع خالقين روايات ما كان يبقيهم ويعود عادي يبغيهم عادي يبغيهم كيف تلك فيه لحقتني حلة دار الهي ماني فيه البيقي سمع أترف علي ونبغيه ونشريه لا ريتو ينباع غلات لي حلة رد ما كان لي غلبع لبتيت وياسر ما ينعد وانا سابق هاي الشفاع ما كنت نظن ان تلا حد على حد يغلي الشيء
هو ذا الحياة بالنسبة له، الحياة بالنسبة له جفت، عادة نوع من القيعان الجافة، نوع من القاع الجافة، ونوع من الصحاري الجافة، ونوع من الحشيش الجاف، ونوع من الصدر المجدوب. يا غير أي به اللي قال إنه ما شكن تلا شيء على حد يغلي على حد شيء يغلي شيء قاع. يا غير يا ليني شبار حلة رجعت الحياة لخضرارها زين، رجعت رجع الوجدان ربيع، ورجعت العاطفة ملانة من ملانة من المول قصبة، ورجع الوجدان حي نضر بالغ مخرف بيهش بينه شبار حلة. هذا هو اللي لا صحيح، هذا هو اللي واسع ما هو قطعان حديثك. ده هو اللي قال الاخر نزلت فلي العلاب ترى، العلاب ترى لبلاد اللي مرات اخرى مثلا هو هون اجعل العلاب اللي نزلت فلي هما هما لبلاد الخاطي من ذاك من ارض مولان اخرى بيه ماشي بيقول لي نزلت فلي تمام هذا عنده هو كي لا لا هذا لا من عوامة كيف اللي كيف اللي كيف اللي يقول ثاني أغل أعدي بغل الغياب فأول ذيك القمرة في مجرى أم الواد سعد أمك يا المجرى سعد أمك يا المجرى شوف هون في مجرى أم الواد كان لا مجرد مجرى أم الواد يتنفس يتنفس فيه الواد في الماء إلين يعود المصار يغير تحول من مجرى يتنفس فيه الواد بالماء إلى مجرى يتنفس فيه الكافية إلى مدينة وجدانية مثلا يتنفس فيه من الشحناس اللي اللي ملات وجدان مدينة وجدانية وتوف إيه شفت شفت هون اللي 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 أيوة هذا أكبر واسمه من اللي يصوروه الناس اللي يفكروا تفكير تافه شفت أنا أستاذ الله على منين منين نغصوف في عالم ذكر في عالم مثلا الشاعر الأديب كيف دارك هذا كيف قال لك بلوطاي هذا بلوطاي بلوطاي وهذا هو اللي يتعلق مظهر واحد من مظاهر وجود المرأة في الغناء اللي نتكلم عنه شنو هو هو الغزل والنسيب هو الغزل والنسيب لكن قبل ذاك هناك كثير من الأمور الجادة اللي كان حضور المرأة فيها متميز عند الأديب أنت إلى خرجت إحنا نعرفه عن كثيرا ما يعود 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 المغني يوصي يوصي أولاده صورة عامة ويخاطبهم بصيغة المخاطب المذكر ويسمي ولو ويعود مصه حتى لما نات الله يوصى وذا كله طبيعته من تخلص الأديب هم ويوصي ولو يا هو لك هو لكل مقام مقال يوصيه وصايا تتعلق بالرجل ورجوليته وفروسيته وحواله واموره وامات ومنين يتلم اللي هم يوصي المراه هو لك هي طارح لها ذيك المراه معناها لك بعد بالمناسبه خالقين عليها فروسيته ما هي جيد وفروسيه الرجال ايه معناها لك مين تخرص واعمالهم ما هي جيد ما هي جيدون معناها لك مين تخرص مين تخرص يا هو المجتمع الموريتاني وخاصه الممثل في المغني لا سوى بين الجنسين في هذا اللي قالوا الوصايا شوف جاي نحكي لك هنا يا وصية احنا فتنا حكينا وصايا ذيك وصية محمد محمد البسط نحكينا الشهيرة الجميلة الممتعة محمد لها الدعوة ذيك وصية احمد باش تم تلغي قدام باش تم تلغي قدام وتفوز على الانظار الين وكلامك يحلى ويرتام على السعيد المرغودين اللي حكيناهم حاسن خطارك واللي بيها منادم دارك هنا تخاطب المخاطب المذكر يا غير منين تلم اللي راجل منهم هام ويوصي بناته على هو اللي ما اللي هو اللي يعطوا منه مثال ذاك اياك بناتنا ذاكت اياها يسمعوا هم اللي ويعودوا كيفة هاي والصيدات ويعودوا والدينا ويعودوا رجالنا اليوم كيفة محمد والمحمد والعلي انا ذاك نعودوا بلغنا رسالة عودوا عفيفات من اخوة ولا تبدو زينتكم إلا لبعولتكم وابائكم وأبنائكم
وذو عفيفات ونخوة ولا تبدو زينتكم إلا بعولتكم وبائكم وأبنائكم وأبنائكم. يا مريم يا خديجتو يا عيشان يا عيشتو سابق ما مت سابق ما مت لا مت سمعوني إلهي نصيكم ولول لما صيكم سنتو فيها لا طاعة عربي حق واجتناب اللي أمرتو وامتثال اللي ناهيكم عنه لكن القافل سمعتوا القافل بيهم مصيكم عبد عفيفات ونخوة ولا تبدو زينتكم إلا لبعولتكم وبائكم وأبنائكم. شفت صيغة المؤنث خطاب المؤنث أسوكم من الأجنبيين عليهم المشي ما هو زين وحرام وفعلوا باطل شيء وقيل ما يبغوا لمشيكم بعد قاع وإلى جيت وقت احتمال قوي وإلى جيت وقت وقتين لكن لا ينقص بغيكم وإلى قمتوا عنهم في الحين يقوموا يشلوا فيكم سلاك ما هي خالق إذا جربتوا وشفتوا بالعين السابق نوصيكم يهديكم عودوا عفيفات ونخوة ولا تبدوا زينتكم إلا لبعولتكم وابائكم وأبنائكم ذكروا مولانا لا تنساوا ذكر الله أسوى قد الشام وعستوا في المجلس لا تنياوا وحذركم لا تجنى فيكم لسنتكم في المجلس ورعاوا النار راهي ترعيكم ووقت المعطى لا تستواوا يكون معروس أهاليكم ياكو باش تسيدوا تعلى وتغلى ويكثر بغيكم عودوا عفيفات ونخوة ولا تبدو زينتكم إلا لبعولتكم وابائكم وأبنائكم. ليه هو توفي لك النص؟ لا ذي النقطة الجزئية سابق توفي لي النص والله لاحظوا أنه قال لهم أنهم يرين وعودوا له يعطوا ما يستوى ويكون معروس به اللي هو يدورهم ما هو كيف تمام رجال العظام تمام معروس أهاليك وهو تجاوز شفتوا نتيجة تجاوز رؤية الإنسان الساذج للمرأة والله. تجاوزها إلين وصل بها المرحلة المساواة مع قمم الرجال هذا هو اللي هو يبرع معروس أهاليكم معروس أهاليكم معروس أهاليكم قلت لك معروس أهاليكم عودوا عفيفات ونخوة ولا تبدوا زينتكم إلا لبعولتكم وبائكم وأبنائكم منكم وقفت لا تنحاف تمشي لهوين كما يمشي الوجه توقف لين الطابق الأطراف منكم وقفت لا تنحاف توقف لين الطابق الأطراف ومشوا بالشور ولا ينشاف يكون قرامين أيديكم مصمامة الوجوه وطراف كرعيكم سكي أن مشتها من بيت تجارتها من رسلحة تجاري ثم ولا عجل لا قاعد سابق الإسلام هو قاعد يضعهم يمشوا مشيت الإسلام الله يا الله خلاص معك هذا هو نتياها منكم وقفت لا تنحاف سكي توقف لين الطابق الأطراف ومشوا بالشور ولا ينشاف يكون قلامين أيديكم مصمامة الوجوه وأطراف كرعيكم يلي يهديكم لكن اللي ما فيه الخلاف هو الشريعة نبيكم ودعاء في فات ونخوة ولا تبدو زينتكم إلا لبعولتكم وأبائكم وأبنائكم عليكم بالثوب الحسين الساتر عن شوف العين لا تشتمكم لدنيين بالباس الرقيق عليكم ذاك حرام وتعدال وشيء وإلى عاد اللي شي فيكم زين وشين اللا بين مرأين اثنين اللا بين أيديكم إلى عاد اللي شوفوا زين تنعاتوا عنه ناهيكم وإلى عاد اللي شوفوا شين تدراقوا قاعد شوف فيكم لبيهم مصيكم في الحين ذاكوا لألي وعليكم عودوا عفيفات ونخوة ولا تبدوا زينتكم إلا لبعولتكم ما بقى إلى عاد ذاك قال الولو جوارك حليه حاسن خطارك حتى قال لهم عليكم بإحسان الخطار والله وصيلة الأرحام ونفع الجار اسمع اللي هو محمد بن محمد دول علي الله عليكم بإحسان الخطار وصيلة الأرحام ونفع الجار اسمعت من زين زين والله والضعيف عيال القهار واليتامى والياتيكم بالرواد يديكم والبار أخبار وراهي في يديكم وأشتو من ذاك يودي للنار النار منها ينجيكم وباش على غيدات التشهار تعالى ويكثر بغيكم عودوا عفيفات ونخوة ولا تبدوا زينتكم إلا لبعولتكم ما بائك أخي شو مزينه هاي الصفات والمحامد والخلال منين عادت كامل موجهة لهذا الصنف وهذا العنصر معناها عنه هو اللبنة الأساسية وراء المجتمع كيف توصيتم وهذا منين وصاهم لكن الموضوع الآن البنات كلهم فيما يعني كلهم فيما يعني وصايا الأولاد ووصايا كما أننا متكلمين عليها يعني هون منين تخلص هذه المنظومة الأخلاقية اللي أعطى هذا الرجل
العظيم الهام العظيم من هامات الأخلاق ورحمه الله تعالى البنات ترى هو وصى قاع أخواته وصى بنات عمه يا غير هذه البنات هي قاع وصية عامة وطوف هي وصية عامة هي وصية تعني للناس كاملة تعني الناس كاملة هو خاص بها الشيء غير هو غير خالق جانبهم موجه لكل امرأة تماما حتى تمام بهذا هذا وقت يولد يعدلها وراء العظيم وراء كل عظيم المرأة لا امرأة عند هذه الأخلاق عند هذه الأخلاق عند هذه القيم ومحافظة على هذه الأخلاق ومحافظة على هذه القيم المرأة قلب البيت يعود القلب حقيقي لا يعد عند ما هو مريض لكن مثل زاد هو يعود ما هو مريض أنت منين يعود صمام أمانه أمام هذه الأخلاق وهذه الأخلاق والقيم ثم أنا بعض أنا حاضرة زاد ثم ملاحظة في ذو الطلع ذا القاف يجيني يفكر القاف فيه ده هو ذا الراجل هما خالقين ثلاث مستويات الطلبة والنصيحة والأمر الراجل هون كان تربوي لي محمد كان تربوي بشكل عظيم صلح لأن الأمر يعدلوا رجاج به اللي خايف تربوي قاعد لا رأيتهم هما تريت أولاد أمي أنيني أخير الأمر يعدل الإنسان اللي خايف والطلبة يعدل الإنسان اللي عاجز والنصيحة يعدلها الإنسان اللي 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 فاهم هو هون إيش عدل وهون انطلق من موقع ثقة بمناته تاكل على شيء هو الناس اللي خاطبهون واثق فيهم ما أعطاهم أمر أرضية صالحة يعرف عنهم يعرف عنهم قابلين لذلك يعرف عنهم أرضية ما أعطاهم أمر معناه شنو هو معناه إنه وهو يعرفهم معناها انهم مستوى استوعبوا المسؤوليه مستوى المسؤوليه هو عاس على كلامه انت عندك عن رجل مستوى استاذ دد مستوى لا يعود لا يعود هذا كامل اسمع طلع حلا بلاك طق فضايا ما هو يقول ما هو عاد فاهم عن هذا انه هناك اذن وعيه انا اللي ندور انا اللي ندور انا اللي ندور انا اللي ندور الشباب والشابات يفهموا ان هذا عنصر الثقه وندور ما اللي الآباء يفهموها إن بناتهم وأبنائهم وناس كل ما كانت الثقة بينك وبينهم قائمة كل ما قدرت على تربيتهم وتربيتهم زين إلين يعودوا يخضعوا للأوامر الصارمة وخارق الله هذا والله نرشمك صبر الله نرشمك يعودوا يعدلوه فرض عليهم يعدلوه يا غير الوقت اللي راهو النفس يتخلصوا منه يتخلصوا ديك ما يتربوي قاعد لكن هو تربوي يا غير لين يعودوا يعدلوه انطلاقا من قناعه وصلوا لها من خلال نصيحتك انت كيف تنصحت محمد لمناته لا هي تعود مطروح قدامهم دهرا هاجس ان ذيك الثقه ما يلا تنتقص ما يلا تخسر يلا تتم في بلدها يلا تتم قائمه هذه طلع يمثلوا ترسانة من الأخلاق ترسانة من الأخلاق ومنظومة من القيم هائلة جدا والله أيوة شفت ذي الخطاب اللي يخاطبه هماتي به خاطبت بها مريم وخديجت وعيشة عظيم وخاطب بها عبد الله وأحمد عبد الله وأحمد وسيدي وفاطمة ومريم وكل الرجال الناس كاملة الناس كاملة اللي تبحث عن الخير والناس كاملة اللي أهل للخير مخاطبة بهذا رجالا ونساء النساء خوطبنا بما يعنيهن غير ملي مثلا الخطار واحد فيها المرو واحد فيها الكبر الخيم واحد فيها لا 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 الكرم واحد فيها هذا خالق المرأة ويخلق للراجل معناها عن أنا اللي همني أنا اللي همني النبه عليهم جزئية الثقة ثقته هو في من يخاطب في من يخاطب ذي من يخاطب ذقت في من يخاطب لو كان اللي ما هو ما واثق فيهم ما يقول أبدا لو كان اللي ما هو المرأة قاع بصورة عامة لو كان يعرف الله ما يقول ما يقول يا المرأة بصورة عامة قاع سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم مزين وطلع أحصل عزينا المرأة قاع
فيه مضمون تحلى ومزيون ما هو فقط موضوعهم إنما سبكهم غزي وانسيابيتهم وتركيبهم وفطن سابق وترى اسمع والترتيب الترتيب ترتيب ترتيب اللي تعود تصنة الشيء وتبحث عن اللي وراه ما ترك ما ترك باب من باب من بيبان الأخلاق ما ترك يا قاعد امرأة حيث هي وسوى من هي موضع ثقة محمد لادب والله والقصر يعني قاع حقيقة نسبة لغنة ما هي قال يعني ليس بي اللي دائما الناس ما هي متوافقة عليه اللي يقول أسبوع يولوا فيه جموع القيد على راسي حياك مجلاتي حياك أسبوع مازالوا في الناس حياك هذه اللوحة الفنية رائعة اللي جاب لديب اللي زين اللي منين تصورها تشوف تم نفسك تصورها هيك لوحة غريبة زينة وتعرف كان ثياب المرأة معروفة الملحفة وحايك وفهم الماضع ما اللي قال لهم يحياك افتقانت عاد لاهي مثلا يقول أسبوع يولوا فيه جموع القيدة على راسي حياك ظهر لي إنه قلب مجلاتي حياك أسبوع مزالوا في الناس حياك زهدني فعيد من بعيد أرشي ويدوج إنه الرشيد وياسر عادي زهد فعيد ذا الوكر وذاك الوكر وذاك ولا حد فكرك من السيد الوافي يا الوكر والبراك ولا هو بركي جيك بتوحيد ذا قدو والفكرة وخلاك من أهلاك نقصك غير يزيد خلاك من أهلاك زاد خلاك يا الوكر إياك الله يعود بهلاك ومن يريد حذاك تعود الحلة فمن يريد من بعيد وعيدك مراك تفقاد السيت وشبيد الأخبار السيت وحرك غير عرفت مية المجيد ما ننسى يا مالك الملاك أسبوع يظلوا فيه جموع القيد على راسي حياك وذا كامل طارص منه ذاك المنظر الجميل اللي جسدوا قعدوك الصيدات على ذاك القلب ذاك اللي قال لي حياك وفعلا هذا لمن حضور المرأة هذا من عظمة المرأة لمن حضور المرأة عين كيف اللي هو قلنا عرض الغزي منين تخبصوا كيف يفلع من تعليو اللحمة هذا موقف صلب نعم هذا موقف صلب شوي تعليو اللحمة منين جاه الضابط نصارى رافد راس سيد أحمد أحمد العيد سيد أحمد كامل دايروا على عبد اللوبي حيلة مثل فيه قال له شوف هي كانت كذا تعرفيه هل ما الله قالت له نعرف به اللي هو اللي اهزمكم في الشير وادرار وقتل اولادكم في تقانت وقتل غليانكم في كل بلد وقطع اللي عنه الحمد لله قالت له مات مقبلا لا مدبرا حق هذه الحكاية جابها الشيخ الطاهر بخيار هذه موقف هذه موقف تاريخية معروفة هذا موقف يعجز عنه رجال هذا قطع انه كان راجل واعر عليه عود هو القايلو هذا موقف يعجز عنه الرجال يا غير هذا معناها قالت سابقها صاحبتها يا ابو قالت سابقها تسمع من تبي بكر حتى يعني ترجل شفت هذا معناها عبد الله بن الزبير معناها عنها منين تخرص رضي الله عنهما وارضاهما حاضرة المرأة حاضرة بالأدب وتحكوا مثلا هذا فعلا غرض الغزل وكثير كثير 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 شفت لكن منين تتخرص هو فهم كيف قلنا تجليات أخرى هم فعلا سابق قاعد يغزل عليهم يوم راب لكن كيف تماري التركة هم ينشكروا بالمدح بالأغراض الأخرى لا كيف شكروا الرجال هم لا اللي منهم مثلا هكذا ما فهم غرض خاص والأديب تناولها بمنظار خاص من جميع الجهات منين تخرص والفتيان كانوا يتقاطعوا وتعود السبب المرأة وحضور المرأة يعود ذاك سبب عنه يلهيهم رجال قوم واصحاب قطاع الشهير عز المال ولا بين راجلين الطويل المعروف منين تخرص قطاع خفيف عند سيد احمد عند محمد بن قطاع الزبين منه من قطاع اشتركوا فيه مالو عبد الله الحسين غير من معاه محمد الهدام ومن وعزة هم مصر ما هم ثلاثة عزة كعنصر هو اللي
أنا اللي كنت مسألك عنك على عناصر القصة أبطال القصة. أين المشترك؟ لا 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 مقطع الأثنين. عبد الله الحسين ومحمد. حق. يا غير قاعد قلت لك ذاك وقت ما هو يا غير مين تخلص عنها هذا نقول لك عنها حضورها في الأدب يخلق عن طريق إيش؟ عن طريق حتى القطاع بين اثنين أصحاب أخوات ويعود واحد منهم يختاروا يلتهاب ويعود سببه هذه. حضور هذا العنصر في هذا في ذو التفلواتن والله في ذو الجفان والله في ذو الطلع لهم نضرب لك مثال به بقطاع بين محمد بين الشيخ المكيين ومحمد بن ولد حميد قطاع خفيف من التيت الناقص الشيخ قال التدويت قالها من إبراهيم قال لها عن بغي لك لعد داخل صدرايا كنت والله متدرق بنت بنت زينة راعين إن بغيك حقيقي مثل إبراهيم الصديق وعن ذاك اللي علدلت مستقريك راعيك نبغيك ولاني خاش صدرايا عن بغيك ولا قلتي لي داش نرضيك نرضيك سؤال سمعها صاحبه ايش قال الشيخ قال محمد في التجاد قال انه يا العراد ما هو متدرك عاد متبين عاد متبين ومسقريك عن ياسر عن ياسر وراد وانا نبغيك عليك بالمارة عن النساد نبغيك ولا نبغيك تنغربك وهي فات من محمد والله قال لك يلتهو بس محمد في التشاد قال انه العراد ما هو متدرك عاد متبين ومسقريك عن ياسر فات وراد وانا نبغيك عليك بالمارة عن نزاد نبغيك ولا نبغيك تنغرب قويفات من محمد كافيك هو واسفات غير قبر واسريك علي بالمارة بالمارة قال له صاحبه محمد ابنه قال له شو ذكاء هم اللي مصدين يقطع كامل غير اطلع لهي قال يا منت إبراهيم مغنيك اليوم طميم علي ولا شي مرضيك مونك فيك انت منت إبراهيم انا بيه مرضيك والشيخ كان منين يا بهم بيستفتي وزين زين قريحة والفتوة منين يعودوا معاه زملاء واصحابه واخوته وعصره ويعدلوا مرجع يدخل معاهم فيه تعرفوا ما شاء الله يعرفوا كامل ويعرفوا اللي يعدل يا منت إبراهيم مغنيك وراه يدي مغنيك شاهد مزيد الفلاق راه يدي الفلاق شاهد قولوه للشباب هم لفتوا عنايته به عنه ياسر من الناس شاك عن الفلاق اللي هو تدوير عن الفلاق يخلق الله في, 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 في الحرف المضعف قد يخلق الماء مضعف يخلق فذا حسب النطق عند القضان يا منت إبراهيم مغنيك اليوم مطمين علي ولا شي مرضيك مونك فيك انت منت إبراهيم انا بيها مرضيك وانت هي مراد نفسي نتهتم به وانت خبطي زاد اللي نرقص عليك والشيخ مشين لك تراك وبين لك الكلام اللي قايل لك ما يبغيك يرضيك حد ولا يلحق بك ذاك المرجع ولا يحضر لك ذاك المرجع يبغيك وإذا جريتي له الصح ما يبغيك وإذا قصرتي له قاعد يقصر عليك تراك الشيخ واحد الشيخ مشين لك تراك تراك ذا كامل ذا كامل قلت لك ذم 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 جانب ثم ذاك كامل الشيخ جانب آخر هذا كامل في القراءة والشيخ مسجل لك تراي وبين لك الكلام اللي قايل لك ما يبغيك يرضيك حق ولا يلحق لك ذاك المرجع يبغيك وإذا قصرت وإذا جريتي له في الصحبة ما يرخيك وإذا جريتي له قصرتي له قاعد يقصر عندك يا غير الشيخ لك يودي قال له حافيتك باللي كان في أخبار طب الغيوان بطلعات وقفان ما يكون بحافيك ترى غازلي على بصمة ترغزلي تعرف الله اللي مغني حافيتك باللي كان في أخبار طب فرجل طب الغيوان بطلعات وقفان ما يكون بحافيك ترغزلي التتباع وأنا كنت عدي بيك ترعى المكان فشان كامل يزيان عليك وأنا نرعى المكان زدان وتحيكيك لغلغيد الشعار بالجر وبقصار كانوا منك تكسار قد حان الحد وذيك ما هي تكسار الظهر قد حان الحد دريك عن ياسر من الأخبار دريك ما عليك دريك دريك تعرف عنده مثل بحر عسك أنا عسك تحذير أقبل دريك 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 يا زين قال له محمد وصل محمد بن ورن قال له سمير اللي نفصر سمير اللي نفصر قصار وبجر
ما نبيه مكسر قد حانك ومسقري ولا هي قاعد نقصر عنك عدت نواسيك ما انت حد وخر خايف باطن مغنيك مع انك يا جواب ترازل ذيك نقبل مع انك يا نختار انت ورياك ذيك كحلت معايا غير ماني شايف ولي سمعت رياك ذيك مزيان زين منها كحلت يا هلا من شايف رياك ذيك يا ذيك قال ورياك تاو ولا العصر النسوي موجود ذن وهو ما يقد يعود ويقاطعوا قاعد على راس الراية بعض ما مهم قاعد وين كانوا فما الله ما مفهوم فهم في اللي هو هي المرأة قاعد فهم جانب آخر قيمة للمعنى المرأة قاعد فهم جانب آخر ما عند تبرع فهم جانب آخر يقولوا قاعد شعر خاص خاص ما يقولوا قاعد شعر شعر الزين بقى بدا عين الهدى بالحسان يقولوا لغنى يقولوا لغنى تبرع هذا أدب خاص ما اللي قالت له لحق الأحمد عنك بني عهد ذاك البيش طني نوبتنا عند صفني ليلتنا عند خويمة من تهل سليمة عويشني ذاك عليه الليلة مزل وأحمد كان الحق تناسيه والله عدت بحد وبدلت روح سلام عويشني فيه وأنا خليني ما سلمت زين حد خالك شو زين مزل أنا لا زين حد أو فم جانب آخر هو جانب إن 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 بايك الرجالة عمالقة الرجالة شو جعان الرجالة اللي يوطع لنواظرهم الليالات اللي يوطع لنواظرهم ويقبلوها الا النساء صلحك كانك عسري كالعرات ترك النازلات عسري والله توطع عليا زاد الليالات عسري او طاق قال سيد احمد ونص عليك الرجاله عن باطل انا اذا باطل مش بقول الحق تعرف ذاك اللام الوجدان تماما لولا انها تستحق ذلك لما وصلت له هي تستحق بكل المقاييس وبالتالي هو هون يعبر عن المرأة قاع عند الرجل الموريتاني كل شيء تستحقه تبغيه كل شيء تبغيه قاع هو هون تستحقه الأديب هون الأديب هون ما هو عاطيها شيء انها تستحقه هو يعبر عن حالة انت ما تقدر تعبر عنها وانا ما نقدر نعبر عنها واذا ما يقدر يعبر عنها وهو ما يقدر يعبر عنها يكون به اللي حالة نفسية هذه الحالة النفسية هو تتراتم في وجدانه فرض عليه يعبر عنها لا يعبر عنها باش لا هذا اللي يقول لا هي قول الفالة معمولة لي اللي هو اللي عادة تبغيه خبيط الواقي مخبر فيه ومخبر في خبيط الرمقاني ونعرف زاد الشور اللي فيه أخنيق المهر الفوقاني هو هون شي دور لا يقول عن إلى عاد كل شيء كامل خالق له هو فتى وفالة ما أبغاته تبقي إلى الجانب الآخر أراه لها خالق معناها كل وسيلة لا هي أي وإذا لا هي عدله بأريحية لا يقوله بأريحية لا يقوله بطيبة لا يقوله يعقب يمشي ويفطر ويبات ويرقد ويعقب ويمشي يعقب يولي انا ما جاد علي انه ولا يتم انه ماشي بعد انا ما فهمت فهمت ايش معنى الا بعد خل يعقب يمشي انت ما عندك انا وطلعت عين بعض الرجال اللي كان الصعالي كان انا ايش معدل دار وقيش الخوي تعود نفخت فيهم ما رديت عليك وما تلاف خات قاع كامل قلت لك لاك شيخ يقولوا برات ولا شرك انا طالع تاكتيك اللي قلت عنك مالك متفخم معناها قبالي طلعت يا ما طلعتك لا طلعت وقطع كيف برحت ولا شرك شور غلانه وفترت ايوه ومنين فترت قعد ومنين قعدت تكيت ومنين تكيت عست ومنين عست غفيت ومنين غفيت لقيت ومنين رقدت وعيت ومنين وعيت قعدت ومنين قعدت كميت ومنين كميت وقفت ومنين وقفت وشي تمشي مره خلاص 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 خيمت بها هذا بعد كامل سببه لها المرأة هي المرأة اللي قسم لك طبعا المرأة هي كل شفتها لأنك يا شي نادر اللي يدل لك قاعدة عنهما شفتي الطلعة اللي حكيت على حكيت عليكم طلعة قديمة ما نعرفهم من لكن هي قيمة التعبير تماما عن الإحباط تماما هي قيمة التعبير عن الخيبة وذا عدل وفي النهاية تم أشوفه مارت عني فعله قال الراجل مارت عني فعله تشواشي يلعله نمشي في الليل عليه
رجلي في الظلمة ماني واعد فعله ولاني واعد كلمة. سكي سكي هذا هو بحثلو له شركت شرق لي أنا وفترت ومنين فترت قعدت ومنين قعدت تكيت ومنين تكيت انعست ومنين عست غفيت ومنين غفيت رقدت ومنين رقدت وعيت ومنين وعيت قعدت ومنين قعدت كميت ومنين كميت وقفت ومنين وقفت مشيت مشيت قال لي حد قط قال لي حد عنه بعد أنا قلت عنه السيف كم أنا الصزيان عندي أنا الصزيان عندي أنا الصزيان عندي أنا زين عندي إنه خلى مشيت على إطلاقها مشيت تو خلاها على إطلاقها والله هي كيف كيف مثلا ما قيدها ما صارها بشيء ذا هو غنى ذا هو غنى قبال شفت هو خارج شفت الموضوع اللي كان يقول لك استاذ هذا تجليات ومظاهر حضور المرأة عند الأدب في غرض الغزل كيف تلقى النوارك وأنا بعد دائما بنتبني منه زين عندي وهو كثير يغير الليل اللي يظهر عرفت المرأة وعفاها عندك عنه ما هو زين ما هو بقطعان حديث من الغزل من الغزل وهذا هو هو اللي اكسير عندك عنه ما هو زين ما هو بقطعان حديث الما هو زين اكسير من مسواك الريم عندي هون فراو البندي مراد العظيم الكريم كيفتها كسرة عندي العدود العدود قصيرة رحمة الله من مسواك الريم عندي هون فراو البندي مراد العظيم الكريم كيفتها كسرة عندي عندك عن هذا العالم العلامة الفقيه الوري اللي فراو البندي في الهند مشي ذا القاف ما تأكل به جل النار ولا تأكل به الأرض الناس على زين حاله لا الحق مشي ذا القافر صاحبه ما تأكل به جل النار ولا تأكل به الأرض الناس بعد مسواك لين شهدان عني حكم شهدي لاني حاضر يغي نار أنا عن مسواك الشيخ محمد سالم العدود ما تأكل به الأرض النار ولا تأكل جل النار ولا تأكل به الأرض الناس ومشي به رسالة مقرش عليه مشي به رسالة بتلقرام تبارك الله ولين جال السكرتير السكرتير تصاحبه لما شيله هذا خبر زوين حتى ولين جاء القاف جاء تليجرام السكرتيرة صاحبه اللي مشي له القاف خرسته قالت له انا جاتني من تليجرام ما فهمتها اصل ما قالت قبله ولين قبله قال لي ايوه خلي عنك فهمتها انا هي ما خالق شيء قاعد هي الرساله اللي انا بتقصرها ما خالق شيء ما هو فيها من الاخبار في اخبار صغيرة من مسواك الريم عندي هون فراو البندي مراد العظيم الكريم كيف تهكسر عندي وخيرت شوف صور ما باقي منه صور هذا العملاق هذا العملاق اللي تهزه كسره من مسواك في اقصى الارض تهز وجدان شفت انا قاع هناك تبي ما يتعلق ما دام الامر يتعلق ب ما دام الامر هناك يتعلق بالعلامه محمد سالم خيرت رحمة الله لا اعتبر القاف هزة بقدر ما اعتبره نوع من القريحة نوع من القريحة اختري يقولوا طوف يا غير هيهات ان تكون هناك هزة من قبل شيء الهزة معنوية هزة وجدان الهزة الهزة لا رجل قريحة الهزة هون وأدب وراها فتحس الهزة هون إلين تنقال في ذا البلد متباوين بعض معناها انها شحنة عاطفية انفجرت احسنت شحنة عاطفية انفجرت شحنة عاطفية وهذه الشحنة العاطفية اللي انفجرت في الوجدان عبر عنها عبر عنها اخويا قنبولة وتعرف انا قنبولة لا حقيقة الاخبار هو تعرف حقيقة الاخبار حقيقة الاخبار انا 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 احاسيس المغنين الاخرين اللي ما هم الطامين مقام الشيخ محمد الشيخ سالم. محمد سالم يقد حد يعبر عنهم بالتعابير اللي هي ام قاف قايل محمد سالم العدود اذا نبدا زينه كيف قلت في ارض الغربه هو المسكوت عنه به اللي قمه في ذا اللي ينقال له رهافة الحس وفي ذا اللي ينقال له به اللي درس هذا بعد قاعد درس الحق اصل الحق هذا درس وقيمه هذا قلع غب قلعة غب معنى أنا منين خرصوا كيف هو جاب لك هو جاب لك محمد سالم هون جاب لك حالات متعددة في قاف في قاف واحد جاب لك أولا صدق العاطفة جاب لك ثانيا عفة اللسان جاب كل شيء جاب لك جاب لك ثالثا قوة التعبير جاب لك رابعا فهم
معنى الحياة بعلاقاتها. بكل انت قيمتك كإنسان تكتمل باكتمال قيمة الإنسان اللي يشكل حياة معه. معناها شنو؟ معناها محمد صالح من عبد القاف وهون قاف قمة في ذا اللي ينقال له الأدب. ذا اللي ينقال له الأدب قمة في ذا اللي ينقال له الأدب. لكن قاف ما هي نرسل بكلام لأخلى جيلي ونجي قدام مراسيلي دافع اسبقهم كاملين. لا لو كان اللي ماشي قايس صدراي والله قايس الحاسي والله قايس اي قد ما يسبق المراسي هو يعني هو بالضبط وفطن بالنسبه للمغنيين بالنسبه لوحدين من المغنيين المراه الحق لحقت عنده لين عاد قاعد تدخل النار وتدخل الجنه عبد الله العتيق ولا عمر البد اللي يقول اذا رايتك تنساهي فما حصيت ورايت المطلوب وإلا ما رأيتك ما لا هي بقدم بعد هي مكتوب يخاف من النار إلى هاك يسر لي مولانا ملقاك بيه تعداد إلا هو معاك علي وحرام مكتوب أفر. وقت من نلقى القيود وراك مفوت عم ملقاك تنوب نطمع بالجنة اسمع وقت من نلقى القيود وراك ومفوت عم ملقاك تنوب نطمع بالجنة بالنسبة لذاك الأخر ما يدخل النار هو قاعد لا هذا البعد هي ذاك هذا البعد هذا البعد التعبيري هذا البعد التعبيري عن شعراء الشعر الحساني ما عنده حدود ما عنده حدود هو هون يعرف عن ذوكم اللي يوكلون غير هو هون لا يعبر عن مستوى من الانحسار النفسي خلق عنده هو الزرقاء الاخر بحيث ان ما تلا اخر قاعد يستفاد منه إيه. لذلك ما تلات ليت ما صحيح ما هو خايف منه ليش صحيح والله فهمت تعرف هذا هو معنى عندي على عن الادب الناس كامله تقول لغنى هذا هو محل تعليقي على قلب الشيخ عن الناس كامله تقول لغنى ياسر منها بعد يقول لغنى يا غير المغنيين ما هم واحد كيف قال الأستاذ تحرير قاف قايلوا من أي والله تحرير قاف قايلوا الشيخ محمد سالم العدود ما هو كيف تحرير قاف قايلوا أنا ولا هو كيف تحرير قاف قايلوا حد ما هو عالم ما هو ما مستواهم هم لا مستواهم هم ما نقدر نعبر عنه بأي لا له نقوله عن هذا عنه قالوا وعن هذه عنها قريحة جيدة وعنها قريحة عظيمة كيف هو كان شعوره ذاك السبب به اللي هي هات ما فيهم حد له يقول ما هو شي قايل به درس تمام علمي وديني وثقافي واحنا الاخرين وانا بعد لا قاعد يقول لك لا ما يعرف قاعد يقول لك انا قاعد هذا قال لك ذاك الاخر يقول ان في ياسر من قرايته يا عقلي لا تجنبية نشوف اجنبية ولا هو عنك لا شفت أجنبية تجنبية شفت هذا درس زاد أيوة همت ياها همت ياها همت ياها تجلية أطار برولك شفت أستاذ وين همت ياها كيف قلنا منين تخرص منين تخرص كيف قلنا عن حضور المرأة ولا هو دائما نختار دائما نشوفه حضورها خارج غرض الغزل والنسيب شنو بعد قاع منين تخلص عنهم المغني محمد خليني طلع كثير من الحكاوي شك عنه ولا نوع من البكاء اللي طلع لكن هم في حد ذاتهم ملاهم داخل في غرض الرثاء محمد دار التباع اللي ظل يتنسدر فيها شنو بتقابها اذا لا يشوف حد خيامه الحميد دار التباع اللي ظليت نستدر فيه سبحانك سمثليت. سبحانك يا الواحد بالذات سبحان الله اللي تباع قليل سبحان الله اللي تباع قليل وحكمي قليل تلا فيهم ملاهي قاع حد يشوف خيامه الحميد حق هذا الخيام لهين عقبوا نعرفوا الواسع محمد يغني عليه من هذا تحمل من الأول ده ينشاف عنهم اللي أغنى شي من شي من شي من شي من بكاء على الأطلال سبحان الله اللي تباع قليل وحكم قليل ترى فيهم ملاهي قاع حد يشوف خيامه العمل قليل هنا تياها استشهدنا بطلع قبل استشهد طلع منهم فيما يتعلق عندي عنه بالبكاء على الأطلال وبس
دار التباع لا وليت نستدر فيها وتمشيت عنها وعقبتها وليت وعارف عنها ما هو مفيد. قعدت كيف التلفيتت كيف التلفيتت اليوم دار التباع لا وليت نستدر فيها وتمشيت عنها وعقبتها وليت وعارف عنها ما هو مفيد غير ذاك وباطت ليت اللي باقي لي عدت فليت توحيدي بالرب القهار وفات اخبار من الاخبار ما ينزاد ولا شوف الدار اليوم بتباع جديد ودار خراب من ذيك تلوح محار كافيني ذاك من التوحيد زين حط قصة كامل شنو هو الموجب لطفك هذا بيت القصيد ليه لطفك لمنا تحميد عطو وقت الحد في سلطة الطبيه وبلدهم في الجنة علي وقت اني دايرهم في بليد من قلبي ما قد تخطر بيه كون منا تحميدة واحد لولا منا الراجل محمد اللي قلبه نعرفه نحن عنه ما خرج حد متعدل ما راه يغير خلق بلد فيه ما قد لحقوه ما هو هذو الصيدات نتيجة المواقفهم معاه الجميلة وإحسانهم له وكبر قيمتهم وكبر أخلاقهم نتيجة ذاك اللي يعرف قوته هذا كامل سببه شو ذكر هذو الأمنات إذا عنهم منين ملي كيف قلنا قبلت إياها ألا نفس القضية مع الرجل تذكر محاسنهم بعد أن قبت سنين قبت اللي له دهر كيف قلت قبلت يا عم ثمت ياها للنساء اللي عظيمات اللي قاعد يقدر يعود يبقوا الرجال وراه قلت الشي قلت مرت هي المرأة كانت من ذلك النوع قالها توتم تلودي ولا تقال رحمه الله تعالى كانت من ذا النوع قبال انهارك شايف توتو قلني بها باط رسالة محمد هذا ذكرت لها الصيدات من تحميد نهارك شايف توتو يرحمها من تتقانة لما نتحقت شوف توفم وشوف التزانة اسكي ذاك من الرفود للثقل ومن الرفود كود للسترة ومن كريد قود كبر الخيم والمعانة ومن حسن الخلق ومن الجود والزنفة والكيان اسكي ذاك من الشهود على ذاك سوى جانة وسوى مجانة ما يكود المرة جبرة مكانة من مولانة وبلا حدود بها اللي من مولانة وصل التعارفات عدت مالك بالحال اللي بيه كنت كنت معمرتك ما افترت من تتقانة لملانة من مولانة واليوم شفت بلدها غير تقانة واصبر لله إذا صبرت تعارفات معانا تقول معانا كل وقت ما شاء الله كان وارحم يا الله العابد معلوم الدين الزاهد الحكمتهم والشاهدة وإجابتها عجلانة والعاشت لله ساجد ما هي عنه غفلان ولا هي مرفودة رافدة بالله وبيد ملان واحفظ يا الله عيالها وطيه اللي صاد في بالها واكتر عنها مذالها فترت فيه ومنهانة فيه وملكت مالها وهي ما هي منانة طيه اللي صاد في بالها ولا تحرم طيه اللي صاد في مالها وطيه من الله يعان هذه المنظومة الأخلاقية ما هي مقتصرة على الرجال هذا من الرجل والتوقريش والعظمة والجود ما هو مقتصر على هذه هي المرأة هذه المرأة تجرب بترحم مرحوم تعامل قال رأي بالمناسبة وقدم كامل التعازي مناسبة رحمة الهامة العظيمة أحمد بابا ولا أحمد المسكين والمفكر الكبير والأديب العظيم وقدم كل التعازي لا بعدلها باسم احنا مولد هذا وكامل باسم له وباسمكم الى كل الشعب الموريتاني والى اسرتي الفقيد اللي نتمنى له تغمده الله برحمته واسكنه في ساحة جناته وانا لله وانا اليه راجعون نتمنى له الصبر والسلوان وانا بعد فطن علمت بها للتوي فقدني سابق نساها وانا جاي قبي قلت طلع من البير انت كيف ما فات قاعد تعزية وفات كاملة غير بعد الله الله بعد نحكي الطلعة باط بها اللي عندها صبغة خاصة من أين جيت مهلا فقدك به المرافق فقدتني به المرافق اللي ورك وقع ما لقيت حد ينساه به اللي هو ملأ الدنيا وشغل الناس به الفتوة وبه الأخلاق لا شهدت لك والحق منت موريتاني في نهار مت يا أحمد بابا باللي كبرت فيه من المجد الباني شهدت عنك من يوم قمت انت مانك ثاني عنه ركبتك لا قعدت ولا انك عنه متحاني حتى انت في التلا شهدت بشي متعدل ثاني الموريتاني يوم قلت قافك والقاف العاني اشهد بعد انا خاصة عن بيضاني حياتي جميل اقصى يكون موريتاني طلعته طلعته على ذكر وهذا بالمناسبة خارج عن ما هو خارج عن الموضوع وفيه به اللي الرجل هامة من همات الأدب ومن همات على ذكر بعض عظيمات النساء
المرأة العظيمة ذيك هي اللي تخلد اسمها في التاريخ. كيف مثلا فاطمة مباركة بنت عبد الفتاح اللي سميت فاطمة الصيدات تذكرتها. فاطمة مباركة بنت عبد الفتاح زوجة باب الشيخ سدية واخيرت يقول هناها يقول لها حمادي ولا الويمي قلنا هذا الخلق بالإطلاق. ما رأيت كيفك من نساء العالمين في فاق السراء والضراء في الجار أحسنتي وخصلتي والخطار لهم حاسنتي واليتيم أعليه ولدي شفت هذا المدح والأمهاتي والآبائي وهذا به الرضا صبتي رب الأرض والسماء كل عيب تسترتي فتي عنه بالسخاء وبشكرك بأفعالك فتي سمعت أذنك ما تشائي بيا ماشي شوره لأتم الزوزي لك ذا اللي قلت وماتي يشكرهم المغنيين كيف شكرهم للرجال العظماء للرجال العظماء اللي هم اللي هماتي عظيمات بيا ماشي شوره لأتم الزوزي لك ذا اللي قلت سابق له اللي ما في التلحقتي أنسني في الخلائي منين يجي بيا عزت قولاني لك من كنائي خوفت شكي عني فوت شكرك والحق الانتهائي علمي عني كيف اني قلت مبارك والابتدائي زين حتى كيف انه قاعد جلد فيه ويخليك لكل قبيلة يا باش تغيدات النيلة راجي لك بول الوسيلة ليس يخيب ورجائي دوم لك ذيك الحيلة بركة خاتم الأنبياء إلي إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء ينها أفطاني اللي فكرة كون في فقد مستاذة تعجبت مين قال لك هذا طلع في غرض المتح على من تضحك كيف الرجال ولا عادي ما في هي إذا كان في التاريخ العربي مازال وسيدهم ليهم اللي هم اللي قاعد الرواية اللي مخصوصين بها عنهم كيف شيء مقرر فيهم شو ما مقرر فيهم شيء هذا 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 وهو طبيعة سنة الله في خلقه الإنسان من يعدل شيء معلوم يسوى هو مرأة ويسوى هو راجل لهجين قال له وخير لهجين قال له وخير والإنسان من يعدل شراخي بغض النظر عنه يسكت عنه ويقدر يقول له خلاص لا الحق معناها عنهم هو ماتي راه هو قاعد في طنظمة إياها ظاهرة يعدها المغنيين نادر شنو يعود هو في غرض مدح رجل ويذكر المرأة هذا نادر في الغناء نادر والله قاعد عند من النادر يعود هو يغني هم يشكر راجل يشكر ممدوحه وهو يذكر المرأة أنا ذاك معناها هذا ذاك كيف تشي ولقد ذكرتك والرماح ونواهل مني وبيض لدي تقطر من دم الوقت يعود يذكرها معاه يذكرها معاه يا غير في الفضل يذكرها معاه يا غير ذكرى عايدة لبحالته يعمل مولانا بيك يزيد الدنيا والدهر والأعمار حد يدور بلك بحسيد اللي طاك الله من دسرار بعد الشيخ إليه بعيد من أليانا من تلبار بعد قاع دخلت من تلبار سعيد بن عبد الجليل يقول الشيخ نشيخ سعيد بن عبد الجليل يقولون تلبار عنه أبعد يا الشيخ إليه بعيد من أليانا من تلبار هذا اللي قاه المسهل هاي القاية في البعدته اللي ظاهر عليه الراجل التسعة عشر طلع مربط الفرس فيه وبيت القصيد فيه عن هذا اللي له يروغ الناس مع مقابلين مع شيخنا شيخ سعد هيهات أبعد عليه هو من البار ضرب المثل فيه هالدار خالقة محمد الهدار من يجد شيخنا شيخ سعد وبيه قال له يلي القطرة ضرو قدك مالك شوف دخول المرأة فيه ما يشك حد عنها كانت ليه تدخل في ذا الله يقول له هو من المدح يلي ذا القطرة ضرو قدك مالك فيه الشبيه ولا فيه يكون انت وعدك يا شيخ يا سعد به ابلا بيت داره عنده بيت بربته فيه ولا يمكن ما تبدل جهدك فيه وفي ربته اسكس 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 رجاش اذا تعرف ولا يمكن ما تبدل جهدك بيت بربته فيه ولا يمكن ما تبدل جهدك فيه وفي ربته تتخانى يغير النوع من الاريات تعرف شو تتخانى ما هو حصل عليه ما هو اللي بسيط ذا ضرك من شد الاخبار على اللي يبردوا انت شفت انت قاعد لان طلق من رواية انهم ماتي هذو وما هم اللي مربيات الشيخ محمد سالم العدو اخير ومربيات الشيخ سعد بو اخير ومربيات الشيخ سيد المختار اخير ومربيات الشيخ سيد الشيخ الاحمد الاذمان اخير ومربيات ايش لاهي نقول لك ما هو شيء قد حد يعرف هما المربيات هذو الرجال العظماء اللي مربيهم ولا هما هما اللي مربيات ذو الرجال وهما اللي جعلوا ذو الرجال في ذي المستوى
من خلال رعايتهم وتربيتهم وتقريتهم والحفاظ عليهم والحفظ عليهم شلون نقول لك معناها ذل الجانب لكن زرعوا فيهم الجانب انهم انهم يشكروا هذا تحصيل حاصل. هو الراجل قال لك ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال لها قولي له انه يغير عتب الدار غير عتب الدار معناها عن ذا المستوى ما هو المستوى مستوى المرأة العظيمة اللي جاء الأخرى قال لها قولي لي ثبت عتب الدار معناها عن مستواها عظيم فهمت ذا لا كيف ذاك واحد بيت الخطار في مصر واحد يعشر خطار وكرا الجال الاثنين واحد يبيت الخطار واحد يعشر يبيت مفسه واحد يعشرهم وهو ماتي عليها السنتين واحدة منهم قال له ابراهيم صلى الله عليه وسلم وهو من أولي العزم من الرسل قال له قولي له يغير عتب الدار وقال للثانية قولي له يثبت عتب الدار معناها يريد تصلح المرأة يصلح المجتمع ولين ترى مجتمع صالح معناه انه عليا تصالح اللي هذا هو ما يقدر يعود مجتمع صالح وعليا مربياته فاسده مستحيل مستحيل ما يقدر يعود عظيم ما وراه عظيمه شفت يا استاذ هو قاعد هناك ملاحظه هو شفت قضيه القضيه ما هي مكانه المراه هيك مفروغ منها مكانه اقرها الاسلام ولا هي هذا اللي نتكلم عنه ما هو حضورها في الادب الشعبي هو 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 اللي جالسين لهون ولذلك يا كان هي مربيه يا كان هذا مفروغ منه يا كان هي تستحق ولا هذا مفروغ منه ما نراك تشدين كمنظرين بحقوق او اي هذا حقوق ليس لها حقوق تستحق ما هو مش دخبار احنا مش دخبار انا مش دخبار هون في هذه في هذا في هذا الموضوع اللي وسعنا نختاره معناها نحن جماعه ادبي جماعه تتعلق بالغنى معناها ما هو ذاك قصة شوف حين يقول لك محمد أستاذ معناها أين ما هو كيف وجدت على لسان الأديب وهذا هو بالمنين تدخل غرض المدح شو هي مكانة المرأة هذا هو بالمنين تدخل غرض المدح عنها امتدحت بعد الأديب امتدحها يا غير ما هو عنها الموجب تمدح هي امتدحتها يا غير معناها عنها غرض المدح طال المرأة معناها عنها منين تخرص منين تخرص كيف فتنة قلنا احنا هنا تيا هذه السنين اخلي كثير من 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 غناوي ادباء كثيرا على ياسر من العادات اللي مستورده وجاتنا في بلدنا مست الشاب ومست الكهل ومست المراه الحمد لله الحمد لله الحمد لله ذاك كامل خف فمن بعد شباب برك يقولوا لغنا الزين ذم ذاك كامل خف احنا قاعدين ما نشدين خبر يقولهم هم اللغن انا وقت عيني لي قضيه الاخلاق الوافد السيئة هي العين اللي واجع عن خلقوا بعض المظاهر السيئة تخانة تخانة اسمح لي شوي بين قوسين والله شفت كل ما اضمحها اللغنة وعاد مات له مستوى كل ما انتقصت القيم هذه اللي لغنة جزء من الهوية الوطنية الهوية الوطنية حبيبي وبالتالي هو حافظة وخزان للقيم إلين يضمحل أنا إلين قلت مثلا في مجموعة من الشباب تقول لغنا الزين معناها أني ما تلات خالعتني فترة قط مرينا بيها وصل فيها لغنا للحضيض غير شوف سادد أنا عيني لي معناها ياك ياك ذكرتي معناها انك اللي تقول بذي الصيفه على ذي الحال ذي لغنا هو خزان للقيم خزان القيم وحافظ لها الين يضمحل هو تضمحل للقيم هذا هو والين يرتفع هو تظل القيم محفوظه وترسانة القيم لا بد لها من خزان يحفظها والله شفت انا هنا تستدد بين اللي ما كنت تصدد الكلام عن لغنة في حد ذاته تاكل عيني لي يا غير انتم اللي قلتوا ثابتوا صحيح وهو مثلا ما قلت حد يعرضه به اللي قطعا عن مد ما جبرت شيء
حافظ لها تراثها وقيمها كيف الغنى معناها عنها من دثيرة معناها اسمع ولولا المرأة العظيمة لما استطعت أنت ولما استطاع هو ولما استطاع أي مغني الوصول إلى المرحلة اللي هو فيها الآن. إيوه أنا كنت هامي هنا شور التخمام ركبت يقول سيري عبد الله خير. فوق التخمام ركبت شور منها طربي ويلين بطجة اللي بتركبت على قلبي هذا هو محض العجلة عن التخمام وذاك الثاني يلين مشات له لحق لحمد عنك بني عهد وذاك اللي بيشطني نوبتنا عند الصفرني ليلتنا عند أخوي متمنته لسليمان عويشة مثل وأحمد كان لحقته ناسي والله أت بحد سلامي عويشني فيه وأنا خليني ما سلم أصل ما تنكر قالوا له سلامي في اللي عزيت قول لها عني قلت لها والله قاعد أسكت ما شكيت أنك سابقني تيت لها شوف تصور أنه هو هذا هو هذا ما تلقى دي عبر عن ذا اللي هامه قال له خلاص بيها مثلا بيه متن الشحن الوجدان بيه ذاك البيه امتلا بيه وهي يا دكتور هذا ما رأيت قابل تم الحسان يا ما امتلا والشحن الوجداني مخلمك ايه الشحن الوجداني مخلمك ايه امتلا وتو تم عوى خالق رسالة هون مشاهد لكم زميل صحفي خير أنا نساها قالوا ملعينين ولا أحمد العبيد لكن نقرأها لكم مشي مشيه البرنامج مشيه الإجماع الإجماع هي قال اليوم العجلة شرط الكل والناس بكل في شي تعجل وتاي على حكاية قل وجماعة ما هي نكدانة قلت ورقبتها تشلل قلت حتها يطا وملانة ولا فيها حد صغير يزل على حد كبير يهانة قل هذا راهو لك كامل غير أنا شفت قبي قل ها غير أنا شفت قبي لفتل فزا ولا من مولانا عن هون جماعة من مدة تحكي شي ما هي عجلانة على تايد والدد ومحمد فاضل وتقان على تايد والدد ومحمد فاضل وتقان على تايد تحكي على تايد تحكي على تايد وجاب جماعة هي ياكو بالصالح تحكي على تايد هذا بارك الله فينا وفيه ما شاء الله زين شفت هناك شيء اخر فين نقوله هذا وقت كامل كيف قلت هذا تعابير وجدانيه عن الغسل لكن كيف قلت دائما اللي انا بعد اللي متعلي وزين عندي كيف قلت قبيل من الغزل الغزل العفيف وهو ذكر المرأة معناها تبيان طهرها تبيان نقائها وشعوره هو حول الدب وراه هو الأديب يغني على حد ما يعرفه هي قاع ما هي عالمة بذا الله ذا الشخص ما هو عالم به ولا يعرفه من اللي هو لا شاف لا شاف قريحة والله جات جمت قريحته وشم الفكر شفت اللي ما شفت شبهه فولد آدم لون تبه شفت اللي ما شفت شبهه فولد آدم لون تبه لاني عارف ذاك منه يكون اللي با ألا يعرق ذل وجهه والثاني نشفى سكيتو هو لا شاف ذا المشهد اختري خالد أمه هو رجال ما يعرفه القريحة تعود متدفقة تعود شعلة يا غير الطهر فيها عندك عن طلعت محمد طلعت محمد السهيرة أنا من تخليلة نقليت نعدها عنها قاعد طيت غير كيف اللي ريت شوف ريت راي أحمل الفضيل قبيل وأحمل الفضيل اللي ريت راي اللي جابر من التخليل هذا محمد بن سيد إبراهيم وعدتم أن الناس الأخلاق إياك بتوالي في الفضيل هو ذاك اللي جابر ذاك الحمد اللي جابر من التخليل زين حط واللي ونفس نفس المعنى يقول الآخر يقول عم لقاك اللان حاني حد لقاك لا لقاني والله نلقى ذاك ثاني والله يلقى ذاك ثاني نلقاه من وراه وانا قاع واللي خاطي ذاك ماني من شق الفراه من شبش فراه وانا قاع احمد الله قد الخلطي له نلقى حد لقاك والله نلقى حد لقاك اسكي اسكي تاري مربوط على يديه من كيف اني ريتك ما هي جو واحد من منين تخلص الشيء كل مكيه جو واحد من ما كنت هذه مظاهر جميله وزين عندي دائما فيهم اللي الطايح الاديب وتنعاتوا على عنه هو اللي ما هو شيء هو اللي ضعيف لا وعلى عنه ما هو هذا قاع هو بيت القصيد في التعبير يتخرص مختار اللوفا يقول لحق اللي منها لحق للريم اللي مجعول عليها شي مانك مرسول شوف قلة العوام في الأديب وعودان عنه اللي ما هو متأكد من جوابها هي هل هو نعم
أم لا؟ معناها عنها قاعد لما هي تحت ليد. هل هو هي والله بديه؟ هل هو وي والله نون؟ فهمتوا حق الله. وهو راه هو طارح قضية مهمة. اسمع؟ ده حق الريم اللي مجعول عليها شي مالك نفسي. وانت رانك تعرف شو تقول في اخبار الخطبة ووصفني. إلى منها شفت القبول. أنعتني هاك وزخرفني. وإلى قالت شي فيه الطول عن ذاك المنوال. أخطفني وتغشم فيي قاعد أقول لها عنك ما تعرف. ما تعرف. هو هو طرح احتمالين. ثم احتمال. ثم احتمال أنها تقبل. لا هنا خطب صبت لكنا اللي عزتها السجية وبسم الله ولا بسم الله الرحمن الرحيم على وذنية. فهم عنهم يقدوا ينقلبوا عند رخا. حتى هو قال وفي لك وفي لك داخل. حتى هو قال عنه. إذا قالت لك شي فيه الطول عن ذاك المنوال أخطفني وتغشم فيي قاع وقول لها ما تعرفني مسكين أخي بغي لك قال الشيخ شو هم الطايح باليدين اللي ملاها مروته عظيمة وهو أخلاقه جميلة مهما لحقت المرأة مش محالي هو ما هو له يبلغه بغي لك عنه ما يسال إنه ما يسال ولا يحتاج على شي ينقال فتختتك الريم قبال عن خاطيك وجبتك نبغيك مجيبة ما قدرت تطوال منك واسوق الدبي بيك ورجعت يا طب التحجال ونعدت ياسر ما عليك معاي وعقب حلف الحال عني يكون خليك بذيك الحال وخليتك يا غير نعرف عني جبتك نبغيك واني خليتك ما نختار زاد وموديك انت خليك هذا الشيخ المكيل شوف مخيط رحمة الله جبتك تلتين شوف هذا مولي يدل على التمنع وعلى عنها ما هي ما هي ما هي الطوعة الإنسان وذاك وهو بل منين عادت هي تعتد بنفسها وعندها شهامتها وعندها قوتها ذاك وهو بل منين ذاك وهو اللي جيد وكان الأديب يظهر قلتك تلتيني شفت مقطع الألوفة هو اللي يقول تلتيني بالتفسان والترشة وبقلة الكلام نوبة قلتك بالترشة وبقلة الكلام دهر احنا وانتوما في خيام فوهام العرية حاجلي تل المنحار والناس مقام وانتوما في زر التل المهر ما تقبل وكتبتيني نوبة الخيام فخروفة لين برد بلي خروفة ذيك خروفة ذيك وكتبتيني نوبة الخيام فخروفة لين برد بلي وكتبتيني حاجلك عام حماني لمتين وذلي وكتبتيني يا غلى الريام دهر نويش وقتلتيني يا غلى الايام دهر نويش الكتل الكتل الكلي وقتلتيني في العيد ايام ما لقانا عام بريكلي غير الى رديت التخمام في اللي من لي حصل لي فر اقتلي فوهام بجام ما لقانا للعام ملي من عام المنحر وصلي بان يا اخي خيمة ابوها اقتلي من عام خروفه والحمان ونويش وعام بريكلي لا من لكتيل لو كان ما لو كان ما هو لو كان جابر الحياة اللي دور ما يموت لا من لكتيل ولا ينكتل من اللي كتير ما أحسن بقى هو غارض الحياة اللي دور وذاك من عفته هي من طهارة من نقاء والله زاد العادة لا هي ينكتل مرة واحدة ويوفى كون هي أخر يا حيا فيه كان وهذا الحمد لله نعرف أنا عنه خلال وخصال مفروغ منها يا غير نحن نتكلم على الأدب هذا من خصال المرأة الحديدة كيف تناولها الأديب عليه كيف تناولها المغني كيف عبر عن شعوره هو قاع وهاوكت يا كامل ينصب يدل على شو ما يدل ما شاء الله على أن هذه التربية الجميلة والعظيمة اللي تربت فيها المرأة حق. كان الأديب واقف ومرافقها فيها حتى في أحلك الظروف متسلم البنوط يقول له انفاسك يا عز العزيت ما رأيتي فيه اللي ما رأيت الحق الأديب حاضر انفاسك يا عز العزيت ما رأيتي فيه اللي ما رأيت اطلقت وعيط وزوجت ورأيت الخارج من مكريها كون اللي باطل ما خليه الطول وانت خليت هم شو الواحد أحلك الظروف أحلك الظروف يعود المغني يتفس شوف هم الواحد منهم هذا يدل علاش المروة هم الواحد ما منهم. عاد بينهم ما هي خلاها الطفل هو ما خلاها هم الواحد منهم واحد منهم إلين يلت له يعبر لا عن حالته هو وضعفه هو وانقياده هو الله يبارك فيه حقبة صح فمنين أغلى الأغياد فمنين أغلى الأغياد وسات السوحيلة أصل الدليلي ما عاد منها راس عديلة الله حتى راس عديلة يقولوا أنه ما يصح به هو اسمه له هو ما هو عايد راس عديلة لا يصح لا يصح حتى فمنين أغلى الأغياد وسات السوحيلة أصل الدليلي ما عاد منها راس عديلة هو من ساق ماشي وماشي مثلا مسألته محسومة هل هو تعبير عن وجدان الشاعر التعبير
تمنيت تماما. هو هو الواحد منهم تعرف معناها ديريني اللي تبغي تديريني مغيال عقل الله هذا وهذه ويقول ولا تنهم ماذا نوبت العراد تفاقك يقول اللي مخلقك ماذا لك محمد بن مبارك اللي تشوف قلت حني نقول لك تفضل حاله هون في عند محمد الأحمد يورف طلعة عنده واخير تعالوا واخير شوف مريفيد ومغيول ما كانوا هما أكر البيضان حق بقى وانتونا نصل يوقي كان ما تدل بأخباره لي واليوم يباني يا الشوان وبومبيل وملزم بوزيد والنبكة مالو بنتونان والمان ومغيو ومريفيد شوف هذا 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 النشر عدلوا معكوس مريفيد ومغيو والماء عادوا هما وكر البيضان وانتونا ما جابهم بالصيف اصل يوقي كان ما تدل باخبار وليد اليوم يباني الشوان وبنبيل وملزم بوزيد بوزيد والنبكه مالو بنتونا التالي منهم والماء الثالث منهم والمغيه جابوه ومريفيد جابوه هو الاول عدل والله شو عدل عدل نشر على 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 التحت ماشي على من اللي فكرك محمد بن مبارك بعد سابقنا سمي الساهد فقت انا على ذكر محمد احمد جوار سابقنا الساهد سابق محمد بن مبارك بعدين نحكي له طلع زين بعض اخبار اللي كنا نقوله له فاخبار المعنى الرقيق الجميل الحسن فيما يتعلق بوجود المراه داخل الادب محمد بن محمد احمد جوار مخلد كرامه قطراها الولي الصالح والعالم الجليل بزيد بن بارك الله رحمه الله تعالى واخير هذا قد نبي بعض على محمد طلعت محمد في اخبار المراه بزيد لا هي ننظم الاغلقيد انتشار اخبار صحيحه من الاخبار هذا محمد احمد جوار عادل رضا ننظم الاغلقيد انتشار اخبار صحيح معناها عن لولي جاء والعلماء والصالحين كانوا هم اللي يخسروهم يخسروهم ما هي ذيك الخساره اللي معناها ما افترت الدده افترت يخسرهم ما 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 هو ما هو ذيك الخسارة اللي أنا له نسوي الراسية كان يعني زاد أنا افترتني قال كان عنا كنت ما نسوي يعني قال أنت افترت والله ما افترت لا قايل هذا مسوي لك أنا عن جرت عن محمد بعض رأيك افترت أنا صبر فترتي للنسوان للنسوان قلت لك لا إله إلا الله نظم من أغلقيد التشعر مجب عنهم الفضل نظم كاملين والأولياء والصالحين مقربين مناتهم أخواتهم ويدلوهم ويعد نعتولهم العزة والمحبة هذا ملي عظيم ننظم الأغلقيد التشهار أخبار صحيحة من الأخبار بزيد مشواعد قنار معاها أخواته ومناته وباتوا في بلد ما فيه عمار غير الله من كيف مباتوا قال لهم يغيد الخيار باش اللي لتقتاتوا قالت واحدة كسكس اسمعي قلنا لك وي قلتوا الروس مخلومة قلتوا الروس ذيك مخلومة ذيك عند العيش ذيك ذيك استعملات بزيد ما هم لا يروح أنا أصل عيش قطعة إني من أهله ما هم رايقين العيش قال كسكس قالت واحدة كسكس ويندار عندك يا والد هاتو وقالت واحدة والبن الحجار الرغوة فوق وحلاتو قالت واحدة دايرة من دار نصراني هك بديراتو بزيد الا لاهم الزارفه ورادهم وصلات اسكي اسكي وقت مس الليل استدبع وفاتوا ياسر من الساعات وجاهم هذا بمر القهار اسكي بزيد وحالات والله الاسكي شفت هذا هون تجلي مجبور قلت لك محمد بن مبارك رحمه الله تعالى هذا بعد تجلي فعنهم كانوا الناس اللي علماء وصلحاء وافاضل مقربينهم ومخسرينهم اصل حق مخسرين معناها الخساره اللي ما معناها حد خسرهم رقم ما هو الضياع ما هو الضياع يبقوا هم مدللات مدللات بكلام روايه وهم روايه مدللات بكلام اهل اليوم المعاني الصرخ خفيفه اللي في الغزل واللي تدل على هذا كيف قلت لك تخليد ويظهر الطهرها ونقاها محمد بن مبارك رحمه يقول طالع زين خفيفه بعض زين تفهم عني نبغي رغياد لا شفت افعالي والنزاد ميت فيهم ناني معتاد وعن روحي منهم مظروف مصدوف وبغي لغيادة لا معتاد عندي وش قالوا في ذي الهوف كانت عزتهم في اللي فات ما توفى عندي معروفة ولا هو بعد انها فات وفات غير اللي خايف من التوفى ينقلها توفى غير اللي خايف من التوفى تتفهم عني نبغي لغيادة ترجع هذا تعرف الخوف هم اللي ما يدل على عن الإنسان خوف الرجل هم اللي ما يدل على عن الإنسان عنه
هو اللي مستبد، ما يدل على أن الراجل هو المستبد وهو صاحب السلطة والكلام. لا أبدا، يدل على أنه هو اللي، لا أبدا. أنا قلت ما نرفضها ولا هو فالي نرفض قلتها، ومسألة شينا ما نعمدها ولا نتلندى حتى ومن يجي ما نشحتها. تعرف قاعد في ذاك النكتة ألا خايف من رد أخباء تسمعها عني من تلباء، والله عني وسيت العار ونجي حقها من تفتة، وأنا ما نحمل ذاك أخبار من ذيك اللفتة والسكتة. سعيد هو خايف، محمد سعيد هو محمد داود. خايف تسمعها، خايف غير أنه خايف من توفة تتهم عني، وهذا هو خايف من تلباب تسمع أنه رد أخبار ونجينا الحقها من التفتة، وأنا ما نحمل ذاك أخبار من ذيك اللفتة والسكتة. كم مرة طايحوا قد لي يرمي يبري غيظك ما هو خاص من المرضى وامسك كل على الله. يلا لي راجل قاعد يحريك، انا قلت لك تعال خلاص حقك وكل بعده يضعف قدام ليل ونحن معناها انه ما هو الراجل اللي بلغت امامك المصاعب. الراجل ذاك هو اللي يضعف امام ضعف المراه، ذاك هو الراجل حقيقه اللي 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 قالوا الادباء فدبوا اللي وصفوه في الادب والله الا ضعفه. من غير ماني مشعمد وقت هون، ما غادي من غيرك ماني من يامس ماني مشعمد، ما كني الترباص من غيرك يا من تحمد يامس حبت يامس غير خلاص، غيرك ناعت فيه عذري وفد، وغيرك ما شفري وقد لي يريم يبري غيرك ما هو خاص من المرضى وامس قري والكب على الله. هذا هو اللي قبل عليات. وين هو راجل لا يقول الراجل مثل الراجل اخباره منه لا يقول لك انه مو يقول ما هو شق الراجل لا ذاك هو اللي يضعف امام المراه. قلت لي عني ما نسميك، أصلا بعد الطلعة وركت قلت لي عني ما نسميك. هذا جول المداح. من هو؟ جول المداح. قلت لي عني ما نسميك يا خدودة من تو مشيك، مشيك ولا سلمت عليك تو مشيك، ومنك حشمان شكيت عني ما نبغيك ما هو واحد ما أنا الله كان ما قصدي به تعسري. لما قصدي به تعسري هي مشفت طايح ليدين هذا وسهل لا عودان قاعدة هاكف بيني وياك الناس بسياسة وذاك شكت عني لا ينساك وني فيها قاع عن نسيان. لا شفت هذا طيب ملي جاتي قبل الراكتة ومجيك الناس بلما غير أنا من قبل تعوي مني والله غيرك يمتان عن ذاك الوسيط مرض والحادث ما حد محل النقصان المرضي. شفت وصال صحيح قد اللي نعطيك افترضاي ليلي ونهاري ونزيد باللي في ايدي ايام غيلي مكتهل مزيد. اعطيك صلاه لي عن الناس اللي في سيداتي في الحضران اللي ساكت انا قايل انا ساكت عليه القوم اعطيك تعب هذه بعد ساكتين عليه لا اعطيك صح قال لك احمد راضي قال لك انا ودي بعد ساكتين عليه بعد ساكتين عليه انا حكم يستود ماك ساكتين عليه لا ساكتين اعطيك افتراي لي ونهاري ونزيد باللي في ايدي ايام غيري منتهي المزيد ولاني عم مرضاك حاصر ولاني منه زاد كاصر للظار انت قاع ناصر مرضاك المجيد عندي ويلا عاد كاصر لحد تعانيد غيظك ذاك الحد قاصر انت ناعت بيانا قد صبعوه من ما قد صبعوه في ذاك شو حق الله ذاك لا اله الا الله رأي لك شو رأي ناعت بيك انا بعد ما انا كاصر لك ما نظر ما لا تقول لك لك ما هو قلت لك ميلا عاد يسوى الصقعة تعود مثلا شمت بي سمعت حمد هذا ما يك أصل لك ذاك قلت لك نعطيك افتر واي ليون هاي وزيد اللي في ايديان غيري منتهي المزيد ولاني عمر ذاك ولاني معمر ذاك قاصر ولاني منه زاد ولاني عمر ذاك حاصر ولاني منه زاد كاصر للظار انت قاع ناصر مرضاك المجيد عندي ويلا عاد كاصر لحد تعانيد غيره نعتك لكن حد قاصر تخمام ومزي لا هذا اللي حد كاصر هو كاصر قلت لكم خلوني نحكي طلع اياك تعود وسامعين الفريق واحد عقب ذاك ركبت كاسر لك شل لا دد انا ماني كاصر لك لكن سمعت محمد بابا يا غير قلت لك لك من الحليل اخر قلت لك ولا عاد اللي حد كاسر لا الله والله ما نقوى من عندك ولاني عمر ذاك قاصر ولاني عمر ذاك حاصر ولاني من نزاد كاصر للظار انت قاع ناصر مراك المجيد عندي
وإلى عاد كاصر لحد تعانيد غيظك ذاك الحد قاصر تخمام ويزيد في الكلام وفيه داصر وفيه الكثار عقيد وليانا في الناس باصر شي ما ورا شي تسعة من الخصال الماهي محمود كنت علينا يا مد فيك صبع إلى عاد كاصر هو مد فيك صبع يا غير اللي غطانت الكرفو شفت علي ما يهند شفت علي ما يهند ايوه السالي بالحالة مزاد حق الله سعني ما يهند فيك صبع وكان يواسيني بالحالة عادي يواسيني بالحالة شو يلين يواسيني بالحالة يخلي صبعه ذا ماشي حق الله سعني ما يهند فيك صبع لا على ستة متعود كيف أنا بريء شفت أنا بريء قصة شوف هذا من الصفات الحمي الماهي اللي ذنبتها نعطيك افتر ذاي ليل ونهار ينزيد باللي بيدي ايام غيلي من التهدم يزيد ولاني عمر ذاك حاصر ولاني منه زاد كاصر الاظهار انت قاع ناصر من ذاك المجيد ويلعى عندي ويلعى كاصر لحد تعانيد غيرك ذاك الحد قاصر تخمام ويزيد في الكلام وفيه داصر وفي الكثار عقيد وليانا في الناس باصر شي ماه ورشيد انا كان يهمد فيك صبعي انا لو نحكي تصا مديت ولو في حضرك فترة قاعد شي كرسي مد ملي مرات شهود عليها الناس كامل اللي تخرص مدى يواسي بالحال ومرة يواسي بالحال أنا ويلين يعملها صبعه يخلي صبعه عامله يوطى فيك انت وعد لي أنا أيده كامل هلا بني ولا لا كامل محلات منه شي ماني خاصر لك لك قال لي ماني كاصر لك تعرف كيف تسلك واخر امك استغفر الله العظيم قلت لك انا بعد نعرف استغفر الله العظيم نعرف استغفر الله العظيم قلت لك ضعف قعدت لي بعد استغفر الله العظيم نعرف لك بعد النذرين قالوا الناس المحترمه الممثقه علقت شربة من وجدانياتها ذاك يبكي على أقوم محروق من التيدون وذاك من درتي كان المرعوق سويق التيدون من المحروق اللي كان على طوق الفوق وقدم المعارضة اللي كان الفوق على ظهر الطوق كانوا ما زالوا في بلد المحروق سويق التيدون المحروق غير ذاك سويق التيدون المحروق عنده علاقة بالمرأة يا أخي خسرتك فيها هو قاعد ما هو شمع على علاقة عنده مغرية في ملقا حاكريتون متانة الهل شو تقول خالق غير الله البكات وقت من لغاتك صيّد لك سقصته معروفة دنيا مالك الأملاك وقت النعم لك عبد الله العتيق والعمر اللي بده والله قال انه قال انه قالت له مريم تداع قالت يعطيك حنش عضو الحنش وعاد يطلب مع مولانا يرجع لك بيده في المغرب كانوا عضو الحنش مرة ثانية قلت له لا حول ولا قوة الا بالله معناها شفت هما الواحد منهم كل اللي الله يقول هو تنفيس كل اللي الله يقول منفس به بذيك المليه اللي قلت انت قبيل الشحنه ذيك المليه ما فهمت المليه شنو؟ الشحنه قال انه ملا ملا من ايش؟ من العاطفه الشحنه احنا البضاعه نقولها ذاك واضح ذاك واضح حد البيضان لك انا ما ابي توف قلت يا جماعه البيضان ما هي جماعه حنين وفي لك ذري دايم يقول لك ما تلمنوا يا في لك ذري دايم يقول لك ما تلمنوا يا اسمع انا عاد يو شاء الله شفت ذي الخلطة كان واحد منهم يوصل مرحلة عاد فرض عليه يقول ذاك القايل وذا ما هو لا هي يخلق له به البن ولا به الغنم ولا به الدنيا ولا به ابتلوتو قولوا بها اللي الوجدان اللا وجدان مثل من حالة معينة وعاد فرض عليها عبرته ولذلك يعود فاصلين في لين يلحق الواحد يلحق هون يلحق المرحلة الحيرة يقول ما لا هي يبقى مني ما لا هي ولا أحمد ما عرف ما لا يلحق تويلي تويلي تعظيم اللي يمشي يلحق مرحلة الحيرة ما يبقى له يكون يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعندي عني
افترت حق حد افترت حق حد وشفت الحقيقة الله يطول بي وبيك إن شاء الله لما شفت الحقيقة في مجال شفت في مجال في مجال الغزل خاصة اسمع شفت يا انت فاتك ناس ما انت فاتك قال يا الله يطول بيك وبيك يلا طيب ليك مية فطانة أنا وبينا كامل مغنية ليك مية عيالك مغنية مغنية وخلمك شفت اللي تقول أحمد هذا شفت اللي تقول فيما يتعلق رن فيما يتعلق رن سامحني سامحني حق الله انا ما تلي تقعد نص والله لا يعدلها لك خليني اعطيك من دقيق لا لا 30 ثانيه شفت فيما يتعلق بالغزل هذا المفهوم فيه اللي قال الاستاذ دد صحيح والسبب النهائي والاول والاخير دائما المراه اما كيف ايه نقولوا الاسباب الاخرى اللي تعتري الانسان حتى يبكي الاطلال حتى يعدل النسيب حتى ذيك اسباب مختلفه انا افترت عتلين وادع والله لا لك وحالتي زاد عتلين وادعكم ولهم وادع المشاهدين وراني بعد سابق موادعكم انتم وسابق موادع المشاهدين راني شاكر الطاقم اللي اشرف اعلى اعداد جماعه الليله بابا مين المخرج والمصورين الكبير بابا مين وزملائه ومعاونه ومعاونيه من مصورين ومخرجين شاكرهم وشاكر أيضا المشاهدين اللي لا يعودوا يتابعوا إجماعتنا هذه وهي كانت تناولنا فيها هذه المرة موضوع شديد الأهمية نختار الشباب شفت هذاك الموضوع احنا وقتها لا نوادعوهم مهباس ونقول لهم مرحبا وسهلا وسهلا اختار الشباب نختار الشباب يستفادوا منه نختارهم كاملين يستفادوا منه ورانا نحن زاد احنا أصالة عن أنفسنا ونجابة عنكم شاكرين بابا مين وشاكرين الجماعة ورانا محيين المرعى كاملين إن شاء الله هو وقت ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته